ما يخص المخالفات وغيرها عن آخر التطورات الأمنية والقرارات وعن سير العمل الميداني في ظل تطبيق الحظر المعنون بأنه حظر شامل أو كلي. معنا على الهاتف العميد توحيد الكندري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. بعد التحية نمسي عليك بالخير، وودنا نسألك عن آلية العمل في خططكم بما يخص الحظر مثل ما قلت قبل قليل الكلي، وشون تعاملكم مع المخالفين لهذا الحظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكرك على هذه المداخلة مع وزارة الداخلية لتوضيح بعض الأمور الأمنية بخصوص التصاريح وأيضا الانتشار الأمني من قبل دوريات وزارة الداخلية. طبعا احنا وزارة الداخلية لما نزلت هذا أو الجهة المكلفة في تطبيق الحظر الشامل ومتابعته بالنسبة حق المواطنين والمقيمين بالنسبة حق جميع طرق دولة الكويت ومناطقها، المهم في هذا الموضوع أن عملية الخروج، وهذا ما أؤكد عليه، ما تخرج إلا بتصريح، وهذا التصريح يكون موثق من قبل وزارة الداخلية حتى ما تعرض نفسك للمساءلة القانونية. أيضا وزارة الداخلية لم تغفل الأمور الإنسانية ونزلت تطبيق تستطيع من خلاله أن تخرج بتصريح موثق رسمي إلى الجهة اللي أنت تحب تروح لها، وأيضا موجودة بالتطبيق، مثلا إسعاف مريض، مراجعة طبية، تبرع بالدم، أيضا مسحة كوفيد. هذه كل الأمور لابد أنك أنت توثقها وتخرج. والمهم في الموضوع عند خروجك ووصولك إلى المستشفى، من الضروري جدا أن توثق وصولك إلى المستشفى من خلال التطبيق اللي نزلت فيه هذا التصريح، ولأن من خلال اللوكيشن وموقعك سيتعرف هذا البرنامج على وجودك في المستشفى. في حال لم تذهب إلى المستشفى، ذهبت إلى مكان آخر، وكثير منهم استغل هذه النقطة، سيتم عمل بلوك على رقمك المدني ولن تحصل على تصريح مرة أخرى للذهاب إلى المستشفى. أستوقفك، تسمح لي أستوقفك العميد توحيد الكندري حول هذه النقطة تحديدا. أنا بوضح نقطتين مهمين من خلال اتصالي معك. الشغلة الأولى، نبي نتعرف على الإجراء اللي يتخذ بحق المخالفين، غير موضوع أنه يصير له بلوك وغيره راح نتناقش فيه، لكن شو الإجراء اللي يتخذ آنيا ولحظيا معه؟ حاليا طبعا دوريات الموجودة في الطريق تتعرف من خلال الحاسب الآلي أو من خلال التليفون والباركود الموجود معك. لما أخذ تصريح، كل شخص يأخذ تصريح سيتم إرسال له باركود، صحيح، أو يتم توثيق له باركود في تليفونه. عندما يصل إلى نقطة التفتيش، هذا الباركود يتعرف عليه رجل الشرطة من خلال تليفونه والتطبيق الموجود. في حالة ثبت أنك أنت خرجت بباركود قديم، تمام، ولا باركود منتهي، ولا باركود غير مصرح، سيتم إلقاء القبض عليك فورا، تمام، وإحالتك إلى المغفر، وسيتم عمل قضية وإحالتك إلى التحقيقات، وراح تقعد يومين عندنا على ذمة التحقيق، وبالتالي يتم إحالتك إلى النيابة العامة، إجراءات مطولة وبانتظار حكم المحكمة في هذه القضايا. وسبق أن نزلنا بيان في إحالة حوالي 40 قضية للمحكمة للبت فيها. وبالتالي يرجى من إخواننا من التعاون التام مع وزارة الداخلية، قرارات مجلس الوزراء واضحة وصريحة بأن التصاريح فقط للأمور الحياتية الحيوية اليومية، وبالتالي يرجى تفهم هذا الوضع، نعم، مقارنة بما نشاهده من إصابات، طيب، ووفيات، وأيضا انتشار فيروس كورونا، نعم، كل هذا لمصلحة المواطن والمقيم، فيرجى، طيب، التعاون من الجميع. قبل لا أنتقل إلى سؤال الأخير معك سيادة العميد توحيد الكندري، يعني هي ملحوظة شخصية مني أنقلها لكم عبر الهواء مباشرة، أتمنى إعادة النظر في موضوع البلوك، لأن في النهاية لو شخص يخطئ مرة في النهاية هذه حياته اليومية، راح يحتاج يوم ما أنه يعالج، يراجع طبيب أو يروح إلى مرفق عام، فمن الصعب حرمانه منه لو أخطأ مرة أو مرتين. لكن بنتقل معك إلى سؤال آخر ما يخص، سمعنا عن تقليص التصاريح للأشخاص اللي يعملون في جهات رسمية وحيوية، آلية هذا التقليص ومن يستحق الحصول على هذه التصاريح الدائمة للانتقال في أماكن عمل حيوية؟
طبعا بالنسبه حق الامور الحياتيه اليوميه من صحه وايضا تموين، هناك قرار صدر من وزاره الداخليه ايضا بتقليص الاعداد، من لديه اعداد كبيره لابد ان يقلصها الى 50%. نعم. وبالتالي يرجى يكون هناك مصداقيه في الحاجه الضروريه لهذه الاشخاص للخروج وقت الحظر. مثل ما قلت في السابق، نحن بحاجة إلى التعاون وتفهم هذا الوضع اللي يخص البلد كلها ويخص أيضا انتشار فيروس وأمننا وخروجنا من هذه الأزمة، وبالتالي لابد من تقليص هذه التصاريح. إذا لم يقلص صاحب العلاقة هذه الأعداد سيتم من قبل وزارة الداخلية تقليص هذه الأعداد إجباريا وعشوائيا، وبالتالي راح تدخل أنت في مشكلة أنك من تريده غير مصرح ومن لا تريده مصرح. وبالتالي يرجى إرسال كتاب إلى وزارة الداخلية بتقليص الأعداد بالأسماء، هذول الأشخاص اللي أنت تريدهم أن يخرجوا بتصريح، وذلك للأمور الحياتية اليومية الحيوية اليومية، وركز على هذه النقطة. وبالتالي يرجى أيضا تكراري التعاون، وأيضا أناشد الجميع بأيضا اتخاذ إجراءات الصحية من تعقيم ومن عدم ملامسة، وبالتالي هذه الأمور كلها تساعدنا كلنا في الخروج من هذه الأزمة. طيب بختم معك اتصالي بهذا السؤال، ماذا عن الضبط الالتزام في فترة السماح ساعتين في اليوم؟ هل تعانون من صعوبات في توجيه الناس والحد من اكتظاظهم؟ والله شوف، هذه الساعتين لاقت يعني استحسان كبير من قبل المواطنين والمقيمين بعملية الخروج فترة ساعتين لرفع المناعة وممارسة الرياضة، ولكن لاحظنا أن هناك بعض المناطق ما فيها التزام أو ما فيها تباعد اجتماعي حسب ما نوصي، وبالتالي نكرر أيضا يرجى الالتزام بهذه التعليمات وهذه النصائح حتى نستطيع من خلالها أن نستفيد من هذه الفترة، وأيضا نحافظ على نفسنا ونحافظ على غيرنا من شر انتشار هذا الفيروس. نعم، العميد توحيد الكندري مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.